في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد وتيرة احتجاجات أشعلها بث مقاطع على الإنترنت من فيلم أمريكي مسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قامت مجلة فرنسية بنشر رسوم كاريكاتورية للنبي في عددها اليوم، الأمر الذي برره رئيس الحكومة الفرنسية بحرية التعبير، فيما اتخذت باريس إجراءات احترازية لحماية سفاراتها وقنصلياتها في عدد من الدول على مستوى العالم. استفزاز جديد يوجه للمسلمين، فلم تهدأ ثورة الغضب العارمة التي فجرها الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام حتى أفاق المسلمون على رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشرتها مجلة تشارلي هبدو الفرنسية الساخرة في عددها الصادر اليوم، متحدية بذلك دعوة الحكومة الفرنسية بعدم إثارة أي استفزاز بعد أن تبادر إلى علمها أن المجلة المذكورة تنوي نشر الرسوم المسيئة. واستغرب رئيس تحرير المجلة غضب العالم من الأعمال المسيئة، لافتا إلى أن الخوف من ردة الفعل سيفضي إلى طبع 16 صفحة فارغة المحتوى أسبوعيا، بينما برر مدير التحرير الرسوم المسيئة بأنها نشرت في صفحة داخلية وفي الصفحة الأخيرة وليست مستفزة أكثر من العادة. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس إن أي عمل استفزازي من هذا النوع يأتي في هذا التوقيت بالذات يجب أن يدان. من جانبه رفض رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أي تجاوز داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية. واتهم محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي الإسلامي هذه المجلة بأنها معادية للإسلام، خاصة أن نشرها للرسوم المسيئة يأتي في وقت حساس يترافق مع موجة الغضب العالمي من الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام، داعيا المسلمين في فرنسا ألا يستسلموا لمثل هذه الاستفزازات. وفي أول رد فعل تعرض موقع المجلة التي نشرت رسوما مسيئة للاختراق فور صدور العدد، وكانت مكاتب للصحيفة الإسبوعية نفسها قد تعرضت لهجوم وحرق العام الماضي بعد نشرها رسما مماثلا، كما قام هاكرز باختراق موقعها على شبكة الإنترنت. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن جميع السفارات والقنصليات والمدارس الفرنسية ستغلق يوم الجمعة في نحو 20 بلدا كإجراء احترازي، كما قامت الحكومة بإرسال شرطة مكافحة الشغب لحماية مكاتب المجلة. يذكر أن فرنسا تحتوي على أكبر جالية مسلمة في أوروبا.